كيف استطاع النظام الجزائري أن يدحض الفكر الفلسفي لأرسطو؟ وهل أخطأ النظام الأمي الجزائري في فهم الفلسفة العبثية لألبرت كامو؟ نجح النظام الجزائري مؤخرا في الاستغناء عن مفهوم المنطق واستبداله بمفهوم لا منطقي ولا معقول، حيث أن النظام الجزائري استطاع أن يحذف كلمة المنطق من المقررات المدرسية، وبالتالي أصبح من السهل عليه تمرير المغالطات بشكل سلس ومريح. والدليل على هذا أن أحد معارضي النظام الجزائري سعيد بن سديرة، والذي يفترض فيه أن ينتقد النظام، اعتقل يوم السبت من طرف السلطات الفرنسية بسبب اتهامات تتعلق بتدبير أفعال إجرامية بتنسيق مع أجهزة المخابرات الجزائرية. وبالتالي فإن وصف معارض في الجزائر أصبح يعني عكس معناه. الجزائري سعيد بن سديرة كان ينسق مع عملاء جزائريين تسللوا إلى فرنسا لتنفيذ اغتيالات ضد معارضين للنظام الجزائري، وتشير المعلومات إلى اشتباهه أيضاً في إعداد عمليات إجرامية بتوجيه من العملاء الجزائريين. هذا الاعتقال جاء بفضل معلومات حصلت عليها السلطات الفرنسية من طرف السلطات المغربية، تجدر الإشارة أن الجزائري السعيد بن سديرة كان وراء نشر ادعاءات بضلوع المغرب في حرائق الغابات التي شهدتها منطقة القبائل،